بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم نتحدث عن علم آخر، عن سيد آخر، عن صحابي جليل آخر. كل قدم لهذا الدين العظيم من زاوية معينة. حديثنا اليوم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. من هو عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن ابن عوف، وأمه الشفاء بنت عوف أيضا، سبحان الله، فاسم أبيها على اسم أبيه. هم من بني زهرة، قوم زوجها عبد الرحمن. إذا نظرت إلى عبد الرحمن بن عوف وجدته حسن الوجه، رقيق البشرة، أبيض طويلا، مشرب بحمرة، لكن الذي عرف عنه أنه كان راجح العقل، كيسا كريما شجاعا. أسلم عبد الرحمن بن عوف على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق، فكان من السابقين الأولين. يقال أنه ثامن رجل دخل الإسلام، ثامن رجل دخل هذا الدين العظيم، لأننا بعد ذلك سنرى ماذا فعل عبد الرحمن، ما هي مواقفه، ماذا قدم لهذا الدين، كيف كانت علاقته الإنسانية مع الصحابة. عبد الرحمن بن عوف كان رجلا ذا ثراء واسع وهو بمكة، لكن بعض الأحيان إخوة الإيمان الثراء يأتيك بمشاكل لا قبل لك بها. هذا الثراء الذي كان عليه عبد الرحمن بن عوف كان سببا لتعرضه لعنة من قريش، لكن تارة يكون المال سببا لإضعافك، لإقلاقك، لجلب المتاعب لك، وتارة تكون أنت أقوى من المال فلا تحفل به، ولا تجعل المال يؤثر على عقيدتك. وكان عبد الرحمن بن عوف من هذا القبيل، فهجر ماله وثراءه وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. نحن نعلم أن الهجرة الثانية التي كانت إلى الحبشة كان فيها عظماء الإسلام، كان عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيها الزبير بن العوام الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، نخصص له حلقة من حلقات هذا البرنامج، كان جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء، كان هناك عمرو بن سعيد بن العاص وأخوه خالد بن سعيد. ثم هاجر عبد الرحمن بعد ذلك إلى المدينة عندما انتشر الإسلام بها. الذي نلاحظه إخوة الإيمان، الخمر كان سائدا في هذا المجتمع الجاهلي، إلا أن بعضا من هؤلاء لم يشربوا الخمر ولم يتعاطوه. كان عبد الرحمن ضمن القلائل من سادة مكة الذين حرموا على أنفسهم شرب الخمر. لماذا؟ لأنه رأى أنها تغطي العقل وتحجبه، وكان يرى أن عقله أسمى من أن يدع شرابا يسيطر عليه. عندما نتحدث عن عبد الرحمن إخوة الإيمان، لننظر إلى أولئك الذين غيبه عقولهم الخمر، إلى أولئك الذين ارتكبوا جرائم نتيجة الخمر. كم من رجل هتك عرض ابنته نتيجة الخمر، كم من رجل قتل ابنته أو زوجته أو صديقه نتيجة الخمر.
كم من جريمة ارتكبت، كم من حادث وقع نتيجة لهذا الشراب الخبيث. لذلك هذا هو عبد الرحمن، حرم على نفسه الخمرة قبل أن يأتي الإسلام ليحرمها. لماذا؟ لأن الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها خيرا، يحب الخير ولا يميل إلى الشر. الآن نتحدث عن جانب جميل جدا. من هو عبد الرحمن؟ هو صاحب المال فقط أم له مواقف بطولية تشهد له يوم القيامة؟ تعالوا لننظر إلى هذا الجندي الذي كان من جنود المسلمين، كان باسلا، حضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شهد عبد الرحمن بن عوف غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا. إخوة الإيمان، المسلمون بالمدينة من مهاجرين وأنصار كانوا يتحدثون عما أوقعه أبو جهل بالمسلمين قبل الهجرة، وكيف أنه قاوم ميلا إلى الإسلام ظهر عند من؟ عند عمه الوليد بن المغيرة. ثم إنه كان من الدعاة للحرب ضد المسلمين بالمدينة، قاوم اتجاهات الصلح التي برزت قبل غزوة بدر. من أجل هذا كله اتجه بعض شباب الأنصار إلى أن يفكروا كيف يقضوا على أبي جهل، هذا الطاغية، هذا العدو، هذا الذي نكل بالمسلمين. فكانوا يبحثون عن أبي جهل لكنهم لا يعرفونه. طيب من الذي سيدلهم عليه؟ لم يجدوا إلا عبد الرحمن بن عوف وسيلة ليعرفهم بمن؟ ليعرفهم بأبي جهل. يقول عبد الرحمن: نظرت يوم بدر فإذا أنا بغلامين من الأنصار، هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، عن يميني وشمالي، كل منهم يسأل عن أبي جهل. ووسط هذا الصراع ووسط هذه الحرب الضروس استطعت، هذا يقوله عبد الرحمن، استطعت أن أدلهما، أدل هذين الغلامين على من؟ على أبي جهل. فإذا بهما بعد أن عرفاه انقضا عليه، سبحان الله، كما ينقض الصقر على الحمامة، فيضربانه ضربة أسقطته. ثم جاء عبد الله بن مسعود فأجهز عليه. إخوة الإيمان، هذا عبد الرحمن في غزوة بدر. تعالوا لنرى ماذا فعل في غزوة أحد. صارع عبد الرحمن صراعا طويلا في غزوة أحد، وانهالت عليه الضربات دون أن يتراجع، دون أن يجبن، دون أن يخاف. ولما انتهت المعركة وجدوا به أكثر من 20 طعنة وضربة، بعضها في رجله، هذه التي سببت له العرج إلى أن مات. النبي صلى الله عليه وسلم عين نتيجة هذه البطولة العظيمة التي أبداها عبد الرحمن، عينه الحبيب المصطفى قائدا لسرية تعدادها 700 من المهاجرين والأنصار. هذا كان ذلك أمتى؟ في السنة 6 للهجرة. وأرسلها إلى منطقة اسمها دومة الجندل. هذه لو نظرنا إلى خريطة الجزيرة العربية وجدناها تقع في الشمال الغربي من نجد، غير بعيدة عن بادية الشام. ونحن نعلم أن الشام كانت تضم الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. إذن هذه هي، ومع ذلك
نجح عبد الرحمن في قيادة السرية وخاض الحرب الشديدة ورجع ظافرا منتصرا هو ومن معه من المسلمين الأشداء. إخوة الإيمان، وقفة جميلة جدا تبين كيف أن الحبيب المصطفى يكرم أصحابه، كيف يتعامل معهم. هل تعاملنا نحن مع مرؤوسينا كما تعامل الحبيب المصطفى مع أصحابه؟ هل تعاملنا مع من نتعامل معهم بهذا الخلق الكريم؟ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، كنت الأنموذج الحق، كنت المثال العظيم. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن عوف يؤم بعض المسلمين في إحدى الصلوات، فوقف الرسول يصلي خلفه. قال المغيرة بن شعبة صحابي جليل: أردت تأخير عبد الرحمن ليكون الرسول إماما. طيب ماذا قال له الحبيب؟ قال: دعه، سيد الخلق، حبيب الرحمن، يقول له دعه. ويصلي الحبيب المصطفى خلف من؟ خلف عبد الرحمن بن عوف. أي إكرام من حبيب لحبيبه، أي عظمة، أي خلق، أي سيرة. والله إخوة الإيمان، لو أننا تأسينا بالحبيب المصطفى 1/100 لكنا أعظم أمة، ولكان صدق فينا قول الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا؟ لأن الله ربنا وأن الحبيب نبينا، وهذا نهج المصطفى. طيب تعالوا نرى بعد الهجرة ماذا تم. عندما هاجر الحبيب المصطفى إلى المدينة، من أخلاق الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى تعم الألفة بينهم، حتى تعم الأخوة الإسلامية الحق بينهم. فكان يؤاخي بين الأغنياء وبين الفقراء إنما حتى لا يكون هناك خلاف وتكون هناك مودة. فأخى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بين من؟ بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. وكما قلنا، كان عبد الرحمن بن عوف من أغنياء مكة، وسعد بن الربيع من أكثر أهل المدينة مالا. ماذا قال سعد بن الربيع بعد أن آخى بينهما الحبيب المصطفى؟ قال: يا عبد الرحمن، هذا مالي نقسمه شطرين، ولي زوجتان، انظر أيهما أوضأ أزوجك إياها بعد أن أطلقها. أي أخوة هذه؟ وأي صداقة هذه؟ وأي دين هذا يجمع؟ إخوة الإيمان، لم يبق لنا من هذا الوقت إلا لحظات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، لنتحدث عن من؟ عن عبد الرحمن بن عوف، نتحدث عن من؟ عن سعد بن الربيع، نتحدث عن تربية من؟ عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.